أهلا بكم إلى موجز الأخبار. نبدأ من الرباط، حيث ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتأمين. وخلال هذا الاجتماع قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتأمين والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري الخطوط العريضة لبرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، والذي يأتي في إطار تنزيل الإرادة الملكية في تعزيز قدرات المواطنين على الخروج إلى سكن لائق. ويعم البرنامج الجديد الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028 تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني. يستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن. سيتم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه، وهكذا تم تحديد مبلغ المساعدة في 100,000 درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعها أو يعادل 300,000 درهم مع احتساب الرسوم، و70,000 درهم من اقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300,000 درهم و700,000 درهم مع احتساب الرسوم.